السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. بدأنا بقى وصفات العيد زي ما حضراتكم كده شايفين، بقالنا اسبوع. فالنهاردة قررت اعمل معاكم اللحم المعصجة، هعملها النهاردة معاكم بطريقة سهلة جدا وهتعجبك ان شاء الله جدا جدا. وهقولك على السر المكون اللي انا بحط على اللحمة بيخليها هشة كده زي ما انت شايفاها ولونها جميل جدا. ولو نص كيلو لحمة مفرومة هيرمي معاكي كيلو لحمة ان شاء الله. هجرب الطريقة بتاعتي وهتعجبك جدا جدا بصراحة، بترمي كمية كبيرة جدا جدا. وهقولك كمان ازاي تشيليها في التلاجة وتفرزيها لغاية العيد. كل ده النهاردة ان شاء الله هتعرفيه. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة نعملها ايه. معنا طبعا الطاسة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة او زيت او سمنة على زيت براحتك خالص في الخطوة دي. بعد كده هسيبها على النار تسخن معانا، وبعد ما تسخن هروح جاية نازلة عليها باللحمة المفرومة، وابدأ بقى اقلبها بالشكل ده. وبعد كده هحط عليها نص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة ملح. الملح والفلفل الاسود بيخلوا اللحمة معاكي تبقى كده مفرفرة كده وما تبقاش عاملة تكتلات ولا اي حاجة خالص. هقلبها كده على نار عالية زي ما انت شايفة. اول لما تتعصج معاكي بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفاها، بصي ما شاء الله عليها تعصجت معانا وناشفه وما فيهاش ميه وما فيهاش اي حاجه خالص اهي، عشان كنا شغالين على نار عاليه تمام وايدي فيها على طول. دلوقتي حطيت بقى بصلايه مقطعاها مكعبات صغيره، وهفضل اقلبها كده لمده 3 دقايق. وبعد كده راح جايه حاطه عليها جزرايه عاملاها بالمبشره، جزرايه وسط ولا هي كبيره ولا صغيره. وهنا بقى رحت جايه حاطه الفلفل الوان، وادي المكون السري اللي بقولك عليه، معلقه الخل بتخلي معاكي اللحمه ما شاء الله عليها هشه كده ولونها جميل وكمان طريه جدا وما تتحرقش منك ولا يحصل لها اي حاجه ولا تنشف اثناء التسويه ولا اي حاجه خالص، تبقى عامله طراوه كده. بعد كده بقى حطيت عليها زي ما انت شفتي نص معلقه جنزبيل، وهنا بقى حطيت طماطميه كبيره بشرتها من مبشره، ورحت جاي حطها برضو عليهم متقلقيش خالص من الطماطم. وهنا معانا نص معلقة صغيرة توم، برضو هقلب كل الكلام ده كله على نار عالية ومتقلقيش خالص من الطماطم. بصي اهو اثناء وانا عمالة اقلب كده، بصي ما شاء الله عليه كل حاجة ناشفة معايا، والعصاق بتاعنا جميل وشكله جميل جدا وريحته تحفة. وما تنسيش اهم حاجة زي ما قلتلك نص معلقة الجنزبيل. بعد كده بقى هغطيها بقى واسيبها كده لمدة 3 دقايق كده، ونرجع بعد 3 دقايق نشوفها كده. خلاص استوت معانا زي ما انت شايفاها ما شاء الله عليها اهي، تمام كده. كده خلاص العصاق بتاعنا جاهز، تحطيه بقى في الطبق بتاعك بقى. بصي ما شاء الله لونه حلو ازاي وطري وجميل جدا، والخضار اللي احنا حاطينه شكله حلو قوي فيه، يعني حاجات كده بسيطة ومدية كمان ما شاء الله كمية كبيرة. يعني ان شاء الله بإذن الله هتجربيها بجد هتعجبك جدا جدا. طبعا بقى اللحم المعصجة دي بقى تعملي منها رقاق، تعملي جلاش، تعملي اللي انت حباه، ما شاء الله سهلة وبسيطة وطعمها لذيذ. ان شاء الله هتجربيها بجد هتعجبك جدا جدا. وطبعا لو عايز تفرزها في الفريزة هسيبيها تبرد كده شوية، وبعد كده تروح جاية حطها في الاطباق الفل وتغطيها بورق سلوفان، وتروحي جايه حطاها في الفريزر وتطلعي منها وقت بس التحضير منها، يعني وقت وانت خلاص هتشتغلي في اي حاجه تطلعيها وتسيبيها تفك شويه وتبداي بقى تحشي اللي انت عايزاه. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.